السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى كشري مصري وأحلى دقة وأحلى شطة بكل تكاته وكل حركاته زي المطاعم وأحلى بالظبط. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله شكل الكشري تحفة وطعمه كان رائع رائع جدا. وعملت بقى الشطة والدقة والعيش المقرمش والبصل وكل لوازم الكشري زي المطاعم بالظبط. يلا بينا نبدأ بسم الله. انا اول حاجة هنا حطيت جبت العدس بجبة غسلته كويس وحطيته في حلة، وجبت كمان الحمص اللي هو الحمص الشام برضو غسلته وحطيته في حلة، وقشرت كمية كبيرة من البصل وقطعتها زي ما انتم شايفين كده شرايح رفيعة. اضيف هنا على العدس معلقة ملح كبيرة، واحط كمان على الحمص معلقة ملح كبيرة، واحط ربع معلقة كمون على العدس وربع معلقة على الحمص الشام بس. وهحطهم بقى اولع عليهم النار واسيبهم لما يستووا كويس. دي اول حاجة. اشوف بقى البصل اللي معايا، انا مقطعه كمية كبيرة زي ما انتم شايفين عشان كله بيحب البصل ده. انا حطيت عليه معلقة ملح كبيرة، وهضيف عليه معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا، يبقى ملح ونشا ودقيق هيخلوا البصل مقرمش وجميل جميل جميل جدا، ولا هتحسي فيه بص بأي طعم كده انه طري ولا حاجة، بالعكس هتشوفيه زي بتاع المحلات بالظبط. هقلب كل ده، اقلبه كويس او كده النشا مع الدقيق مع الملح، وهسيبه لمدة 10 دقايق. انا كل البصل ده كده فككه بايدي زي ما انتوا شايفين كده، اخليه شرايح رفيعة بس واسيبه لمدة 10 دقايق قبل ما يشرب الدقيق والنشا. انا هنا حاطة طاسة على النار فيها زيت غزير، واسيبها لما تسخن جامد قوي، احط فيها كمية من الزيت كويس. انا هنا حطيت ازازة زيت كاملة، لان انا الازازة دي انا مش هرمي منها اي حاجة، انا هعمل منها كل حاجة، هعمل منها المكرونة وهعمل منها الرز والصلصة والدقة وكل حاجة، كل حاجة بتبقى متطعمة بطعم البصل بتدي طعم احلى للكشري. الزيت ده لما بتستخدميه تاني بيخلي طعم الكشري جميل جدا، كله متطعم بنفس الطعم بتاع البصل. هو هنا الزيت سخن زي ما انتوا شايفين قوي، هنزل بقى كده بكمية من البصل. انا مش هقلبه، هسيبه في الزيت كده لما يبتدي يلون، بس اسيبه بقى في الزيت. وادي العدس بتاعنا ابتدى يغلي، ههول غطى عليه كده عشان ما يفرش على البوتاجاز، وادي كمان الحمص ههوي عليه الغطى واسيبهم بقى. البصل بتاعنا ابتدى يلون زي ما انتم شايفين، هقلبه تقليبة خفيفة واسيبه يكمل سوا. انا بقلبه هنا كل شوية عشان كل ما تقلبيه اكتر بيدي معاكي قرمشة اكتر. زي ما انتوا شايفين لونه بسم الله ما شاء الله بقى لونه ذهب ازاي. هنا كل ما تقلبيه كده وتحركيه بيفك من بعضه ويدي معاكي القرمشة اللي انت عايزاها. هنا ما ينفعش نسيب البصل، لازم نقلب فيه كويس قوي قوي. بص لونه بسم الله ما شاء الله. ابتدي بقى كده اطلعه على مناديل المطبخ. انا هنا مصفى وحاطه فيها كمان مناديل عشان تمتص اي كميه زيت زي ما انتوا شايفين. ما تحاوليش تسيبيه اكتر من كده عشان ما يمررش منك ولونه يغمق، كل لونه ما يغمق كل ما يديكي مراره. هنا حطيت بقيه كميه البصل اللي معايا، اخلص بقى البصل واوريكم شكله في الاخر. انا هنا حطيت حله اسلق فيها المكرونه، الميه بتاعتنا بتغلي. انا عندي هنا 3 انواع مكرونه،
اول نوع اللي هي المكرونه العقل دي، طبعا الكميه دي بتاعتك انتي زي ما تحبي، الكميه اللي تحبيها حطيها، وكمان شكل المكرونه اللي بترتاحي له، اي مكرونه تنفع في الكشري. وده النوع التاني، مكرونه معوجه. وتالت حاجه المكرونه الاسباجيتي. انا عملت التلات انواع دول، انتي طبعا قلتلك ممكن تعملي اي نوع تحبيه. انا بكسر المكرونه كده على تلاتة عشان ما تبقاش طويله قوي والاولاد يعرفوا ياكلوها، بس هضيف لها ملح وزيت، هحط لها حبه زيت من الزيت مكان البصل، واسيبها بقى لما تستوي. هي هنا اهي زي ما انتم شايفين ابتدت داخله في السوى، 5 دقايق وهصفيها، يبقى كده المكرونه معانا كمان جاهزه. خلاص كده المكرونه بتاعتي استوت بقى، هصفيها واسيبها على جنب دلوقتي. انا هنا خلصت البصل، معايا عيش كده قصاه كده بالمقص زي ما انتم شايفين، شرايح كده نزلت فيه مكان البصل، هحمر العيش ده، العيش زي اللي بيعملوه في المحلات بتاعت الفول والفلافل، بيبقى طعمه جميل جدا طبعا. واحط له كمان هنا معلقة ملح، معلش هي الملح ما جاش في هنا، ما جاش في المقطع ده، بس هقلب فيه واسيبه بقى لما ياخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين لونه. بسم الله ما شاء الله، وطبعا كمان اخد طعم البصل. انا الزيت ده صفيته زي ما قلتلكوا واستعملته تاني، كمان عملت منه الرز، اخدت منه حبة، احط الشعرية، اقلب بقى كده الشعرية لغاية ما تاخد اللون الذهبي معانا. انا غسلة هنا رز ومصفية كويس، انا طبعا الكشري مولعة كذا عين للبوتاجاز وشغالة كل حاجة كده على عين. انا هنا سبت الشعرية وحطيت حبة زيت اعمل التسبيكة، عندي هنا بصلاية كبيرة وضربة معاه في الكبة كده قرن فلفل، طبعا الفلفل ده تبع حريتك انتي عايزاه حار او بارد، انا حطاه طبعا حامي. الشعرية بتاعتي هي زي ما انتم شايفين اخدت اللون الذهبي، بس هبتدي بقى انزل عليها بالرز، انا غسلاه زي ما قلتلكم مصفيه كويس، اقلب بقى الرز كده كويس لغايه ما يتغلف كويس قوي او بالزيت اللي انا محمر الشعريه فيه، والحركه دي مهمه قوي قوي لنجاح اي رز تعمليه، لازم الرز يسخن كويس قوي قوي ويتغلف معاكي بالماده الدهنيه عشان يطلع معاكي مفلفل وطعمه حلو. انا هنا ضفت الميه بتاعته، ظبطت الميه بتاعته، احط بقى الملح، اقلبه واغطي عليه. البصله بتاعتي اهي تبتدي تدبل، انا مش بحمر البصله جامد بتاعت الكشري او الصلصه بتاعت الكشري، انا يدوبك بخليها كده لونها يبقى ذهبي او تغير لون. بصوا انا مش بحمرها، انزل على معلقه صلصه كبيره، يدوبك تدبل بس كده تدي معاكي طعم مسكر في الصلصه، وهحط لها كمان معلقه بابريكا كبيره. اقلبهم كويس كده في بعض، انزل بقى بالطماطم ضربها في الخلاط، اقلبها كده مع البصل. بس ابتدي بقى اضيف لها الملح، احط عليها الملح بتاعها، اظبط الملح
طبعا بعد كده لو احتاجت ملح تاني انت تظبطي الملح بتاعك حسب الرغبة، واحط لها كمان نص معلقة من الفلفل الأسمر. انا هنا هبتدي اعمل معاه كل الدقة الحمراء. اول حاجة هي مش بتبقى حامية قوي ولا باردة قوي، بتبقى يعني زي ما انت بتحبيها. طبعا انا هنا معايا كده فصين كبار من الثوم، نص معلقة ثوم، وهنا محضرة في الطبق ده فلفل احمر حام وفلفل اخضر. انا هنا خدت حبة من الفلفل الاحمر وفلفل الاخضر، ومعايا هنا كزبرة وكمون وفلفل اسمر، انا هاخد كده حبة منهم. انا بحب احمص التوابل، بتطلع ريحتها وبتديكي طعم احلى. احط معلقة شطة كبيرة، دي كده هتبقى الدقة الحامية. انا هنا بحمر التومة لغاية ما تاخد اللون الذهبي الغامق شوية زي ما انتوا شايفين. انزل عليها كده بنص فنجان من الخل، نص مج قصدي من الخل، واسيبها كده لما تغلي بقى الدقة والحاجات دي. انزل عليها بطماطمية مخرطة مكعبات، واسيب كل التتبيلة دي كده تغلي مع بعضها كويس لغاية ريحتها، مش قادرة اوصف لكم طبعا ريحتها عاملة ازاي. اخد عليها حبة من الصلصة كده اللي انا عاملاها، واسيبهم بقى يتسبكوا شوية مع بعض. انزل عليها بقى بكوبايتين من المية، جربي طريقة الكشري دي، اقسم بالله تحفة تحفة، احلى من بره مليون مرة. جربيها بطريقتي وهتعجبك. او الكشري هنا انا ضفت لها معلقه سكر صغيره للصلصه، هسيبها بقى لما تكمل تسبيكه. هنا الدقه دي يا دوبك اول ما تغلي كده انا هطفي عليها واشيلها من على النار، اسيبها بقى لما تغلي اظبط الملح بتاعها بس، واسيبها بقى لما تغلي. تعالوا بقى نعمل الدقة الباردة اللي هي بيعملوها في المحلات، بيحطوها في ازايز كده. انت ممكن تعمليها على البارد وممكن تعمليها زي كده على النار، بس انا بفضل ان انا اعملها على النار. انا هنا هستخدم بس الفلفل الاخضر والثوم، حطيت نص معلقة من الثوم واخدت حبة من الفلفل المفروم الاخضر، واحط بقية التوابل اللي معايا حمصها معاهم. انا هنا مش بحمرها، انا يدوبك بس بقلبها كده لغاية ريحتها ما تطلع، انا مش عايزاها تتحمر. وممكن كمان تعمليها على البارد خالص من غير ما تحطيها على النار، تحط كل ده وتحط عليه المية وبعد كده تغليها على النار، بس انتي لما بتحمصي التوابل دي بيديكي طعم احلى بكتير. هنزل هنا بكوبايتين مية، دي كده الدقة دي باردة عشان اللي مش بيحبها حامية، بتبقى الدقة دي باردة. وهنزل عليها برضو بنص فنجان من الخل، هنا الدقة الحامية دي ابتدت تغلي معانا زي ما انتوا شايفين. انا هنا بقى هعمل شطة الزيت، طبعا الشطة دي حامية جدا جدا، بتبقى كمية صغيرة قوي منها وكمان محدش بيقدر ياكلها قد كده. انا هنا حطيت فلفل احمر حامي قوي ومعلقة شطة كبيرة، بس شطة الزيت مش محتاجة اكتر من كده لان هي بتبقى حامية قوي قوي محدش بيقدر ياكل منها بكميات كبيرة. اقلبها كده لغايه الريحه، طبعا مش قادره اقول لكم الريحه طالعه ازاي وحاميه قوي قوي. معايا هنا نص فنجان من الخل،
هسيبها لما تغلي كده واحط لها كده فنجان صغير برضو من المية، بس مش محتاجة اكتر من كده. هظبط الملح بتاعها واسيبها برضو تغلي. يبقى احنا كده خلصنا. ادي الدقة التانية الباردة اللي معايا اهي، يا دوبك هتغلي كده واطفي عليها وشيلها من على النار. وادي كمان اهو دقة الزيت او شطة الزيت. الصلصة بتاعتي مش عايزاها اكتر من كده، انا عايزاها سايلة. هنا حطيت لها نص معلقة بصل بودر، نص معلقة توم بودر، تفرق معاكي قوي قوي في الطعم، خلى طعمها مسكرة وجميلة جدا. بس هي كده خلاص كفاية قوي على الصلصة كده. انا كده هشيلها بقى من على النار، ويبقى كده خلصت كل الكشري بتاعي. ايوه انا عايزاها كده نفس القوام. وتعالوا نشوف بقى، بسم الله ما شاء الله، شايفين البصل بتاعنا، وادي العدس اهو صفيته طبعا، وادي الحمص بتاعنا صفيته برضو، وادي العيش بسم الله ما شاء الله مقرمش وجميل، وادي طبعا شطة الزيت. ودي الدقة الحمراء. ودي كده الدقة الباردة. وادي المكرونة. وادي الصلصة بتاعتي. وادي الرز. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. انا هنا جبت صينية كده، حطيت المكرونة من تحت، وابتديت بقى احط عليها بقى الرز، وشكلتها زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشكل ده بتاعك انتي زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، يعني شكله تحفة تحفة، وطعمه كان اكتر من روعة. انا حطيت هنا طبعا حبة عيش وحبة حمص وحبة العدس والبصل، انا حبيت ازينه بالشكل ده. انا هنا معايا شطة الزيت، الشطة دي حامية جدا جدا. وادي الصلصة بتاعتي، وحطيت حبة من العدس كده في اطباق، وادي الحمص والشطة الباردة. دي الشطة الحامية عفوا، ودي الشطة الباردة، وده البصل اللي معانا. بصوا بسم الله ما شاء الله، وحبة عيش حبيت اقدمهم كده عشان اللي يحب يزود على الكشري. طبعا اكلة كلنا بنحبها، واولادنا كمان بيشتروها من بره على طول. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة. اتمنى ان الكشري يعجبكم، بس جربوه بطريقتي واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم. بسم الله ما شاء الله شكله تحفة، شكله جميل جدا. اترككم في رعاية الله وامنه.